مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم وكلامنا عن الابداع والمبدعين لسه ما انتهيش، وده الحقيقه لاني فخوره بجد ان في ولاد وبنات قدروا ان هم يبدعوا يوروا ابداعاتهم ومهاراتهم للكل، وهم الحقيقه لسه يا دوب يعني ما كملوش كده 18 سنه. والحقيقه انا مبسوطه جدا النهارده معانا اتنين من النماذج اللي قدروا ينجحوا ويشتغلوا على نفسهم بشكل كبير جدا عشان يوصلوا لجائزه الدوله للمبدع الصغير المقامه تحت رعايه السيده الفاضله انتصار السيسي، واللي هيكلمونا بقى النهارده ازاي قدروا يوصلوا لدوي، قدروا ازاي يفوزوا بجائزه او لقب المبدع الصغير. وفخوره جدا الحقيقه ان يكون معانا النهارده ومنورنا في الاستوديو معايا النهارده احمد حسين الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير في التأليف المسرحي، وكمان موجود معايا فيروز الشريف الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فئة الرسم. أهلا بيكم وفخورة جدا بيكم وانتم النهاردة منورنا. أبدأ بقى بيك يا أحمد عشان أنا شايفك صغير كده ومعرفش يعني إيه تأليف مسرحي، يعني أنت احكي لي عن نفسك كده وقول لي اسمك. طبعا انت اسمك احمد، قول لي في سنه كام وقدرت ازاي ان انت تبتدي في ان انت تعرف تالف؟ انا في سته ابتدائي انا بدات موضوع التاليف، بدا معايا ان مامتي كانت بتحكي لي قصص كتير وانا صغير، فانا حبيت الموضوع وبدات الف قصص من وانا عندي 8 سنين مثلا ما شاء الله. فبعدها خدت ورشه مع الدكتور احمد زحام في المركز الثقافي مع الدكتور محمد ناصر، فتعلمت ازاي ايه الكتابه المسرحيه وازاي الشكل بتاعها. فروحت كامب الجلاله تبع جامعه الطفل 3 ايام، كانوا بيعلمونا ايه مخاطر التغير المناخي، فانا حبيت ان انا اربط الحاجتين ببعض واطلع مسرحيه اوعي فيها الاطفال الصغيرين ازاي ان هم يحافظوا على البيئه. فالمسرحيه كان اسمها نصف طبق، كان ولد اسمه وليد كان بيهدر في الموارد، يعني كان بيغرف اكل كتير وما كانش بيخلصه كله، وكان مثلا بيهدر في الميه بيلعب بيها وكان بيهدر في الموارد، فمامته حذرته ان دي لها عواقب شديده جدا. فبعد كده دخل ينام فحلم ان كل حاجه بقت بالنص، يعني مثلا طبق الرز بقى نص، كوبايه الميه بقت النص. فحنان بقى ان هي بتكلمه بتقول له انت هدرت فينا، فاحنا دلوقتي كل حاجه قلت بسببك. فلما صحي بدا ان هو يحافظ على الموارد ويحافظ على الاكل والميه. ما شاء الله عليك يا حبيبي، انا فخوره بيك قوي فعلا. طيب هو انت في حد من العيله عندك بابا او ماما كانوا بيشجعوك على ده، ولا كانوا هم اصلا بيكتبوا مثلا بيالفوا اي تاليف سواء مثلا تلفزيون او مسرح او اي حاجه؟ هما كانوا بيشجعوني وبس، يعني من خلال بس ان هما كانوا بيحكي لك حكايات يعني وانت كنت صغير. كنت اصلا لما اكتب بالف حاجه كنت بوريها لهم واخد رايهم فيها، يقولوا لي ايه العيوب ايه الحاجات اللي محتاجه تتطور كده مثلا. ما شاء الله عليك يا حبيبي، ربنا يحميك يا رب. طيب فيروز احكي لي قصه الرسم بالنسبه لك بدات وانت عمرك قد ايه تقريبا؟ لا انا كنت بحب الرسم من وانا صغيره، وكنت كل البنات بيحبوا الرسم، بس انا مبسوطه بيكي ان انت قدرتي ان انت تطوري ده. احكي لي يعني كنت بتحب الرسم عادي زي اي بنت من انت صغيره؟ كنت بحب الرسم مثلا، كنت فاضيه وزهقانه مثلا اقعد ارسم، بس بدات بقى انمي الموهبه واكتشف ان انا تطورت معاك ازاي بقى؟ لما الكورونا جت وانا كلنا قعدنا في البيت، فبدات بقى اتفرج على فيديوهات، اخد كورسات، انزل المكتبه اشتري ادوات رسم حتى لو مش فاهمه بستخدمهم ازاي، بس بجيب وبجرب. بدات بقى اخد كورسات واتعلم بجد، وحسيت فعلا ان انا يعني هتعرفي تبدعي في الموضوع ده، موهوبه يعني في موهبه شويه غير ان انا بحبها بس. رسمك خيالي ولا انت يعني ممكن ترسمي حد؟ هو عادي ممكن ارسم حد، بس انا بفضل ان انا ارسم حاجات خياليه اكتر. بتحبي الموضوع تطور معاكي دلوقتي بقيتي تعملي ايه؟ دلوقتي مثلا برضو لما ببقى فاضيه وعايزه ارفه عن نفسي بخش ارسم، افتح بقى النت ادور على صور اقتبس منها، رسومات عجبتني احاول اعمل زيها بس ستايلي انا. يعني فعلا صور مبدعه فعلا يعني تستحق اللقب. طب كلميني على الجايزه، وصلتي ليها ازاي واحكي لي كده يعني ايه اللي وصلك لانت تاخدي الجايزه؟ طبعا بصراحه يعني انا اتعرفت على المسابقه قبل الديو ديت بتاعها باربع ايام، فانا كنت اتزنقت شويه، بس كنت مبسوطه ان انا بجرب حاجه جديده. وفكره ان انا اقسم وقتي ما بين المذاكره و طبعا احنا شايفين صور جميله والرسم مبهره وفعلا ابداع فيها، كملي احنا شايفين وانت بتتكلمي.
فكره ان انا كنت بقسم وقتي ما بين المذاكره والرسم كانت صعبه شويه، بس انا كنت مستمتعه ان انا بعمل حاجه جديده وبعمل زي مشروع عليا انا يعني. كل حاجه يعني بقتبس من الانترنت صور كتيره جدا عن مستقبل مصر، وكل صوره تعجبني اخد منها حاجه واحطها بقى في اللوحه بتاعتي. طيب انا شفت دلوقتي لوح كتير وصور كتير جدا الحقيقه فيها ابداع وفيها خيال بشكل كبير جدا ما شاء الله، يعني مش صور عاديه وعشوائيه، لا صور صور. ما فكرتيش او انت ده مش حاطاه في بالك ان انت مثلا تشتغلي على نفسك وان انت تعملي معرض وتعملي تابلوهات تبيعيها وتعملي الكلام ده، كل ده في بالك ولا انت دي خطوه لسه مؤجله؟ لا في بالي، وان شاء الله هدخل كليه فنون تطبيقيه قدمت عليها وان شاء الله هتقبل وهدخلها، وهحاول لما اكبر بقى ابقى ديزاينر ومعروفه يعني وعندي اتيليه وكده. احنا شايفين طبعا وفيروز بترسم. دايما انا بقول الفن ده الرسم ده فن، يعني انت دايما يبقى خيالك واسع قوي عشان انت تقدري تطلعي لوحه. وطبعا احنا شفنا لوح فعلا جميله جدا جدا في الاول. مين اللي ساعدك ان انت يبقى عندك الموهبه الفن او يطلعها من جواك؟ يعني البنات اللي بشوفهم في سن صغير بيلونوا مثلا على خشب على اي حاجه مرحله وبتنتهي، اللي طور ده عندك مين؟ طبعا مامتي وبابايا شافوا ان انا يعني في عندي موهبه فحاولوا ينموها، فهم اللي كانوا بيدوني كورسات في الكورونا، واخدت كورسات مع مدرسه اسمها مس نسمه كانت بتساعدني جدا وبقت صاحبتي دلوقتي يعني. طب كويس. فايوه فكانوا بيشجعوني جدا، وكل اهلي مثلا اخلص رسم ابعت لهم على جروب العيله كلهم يقولوا الحاجات الحلوه اللي فيها. بصي انت دلوقتي يعني بتنقلي صوره لاعمار كثيره جدا بتشوفنا دلوقتي، وفعلا انت ممكن تشجعيهم ومثال مشرف لكل المصريين الصغيرين اللي ممكن يكون فعلا عندهم احلام كبيره جدا جدا وللاسف ممكن ما تتحققش لان طبعا ما فيش مساعده من الاهل. فانا طبعا بشكرك جدا ان انت قدرتي ان انت تنمي حاجه جواكي وما سكتيش عليها، فدي حاجه جميله جدا وبشكرك عليها. ارجع بقى لاحمد. احمد انت بتحب القرايه جدا من انت صغير، وقلت لي ان باباك ومامتك كانوا معاك من سن صغير وكانوا بيحكي لك يعني حواديت كتيره جدا او قصص وانت صغير. الموضوع بقى عندك لما انت ابتديت ان انت تكتب، جاء من عند مامتك وهي بتحكي لك انت قمت قلت لها انا عايزه اكتب والف، ولا جيت قلت لها انا في حاجه ببالي عايزاكي تكتبيها لي؟ لا هو اولا يعني اول قصه انا فاكرها يعني انا الفتها كان مامتي كانت بتقرا لي قصه، فانا حبيت يعني ايه اعملها جزء تاني. ماشي، فمامتي ساعدتني برضه. يعني انت جيت قلت لها يا ماما انا عايزاكي تكملي لي في حاجه في دماغي قصه انا مالفها عايزاكي تكتبيها. كل واحد ممكن يالف يعني انا دلوقتي ممكن الف حاجه كده وبتيجي في بالي، بس ان انت تسجلها وتحس ان انت هتعرف تبقى كاتب او تالف او كده، دي بالنسبه لك مين اللي خدها منك؟ انت اللي حسيت قلت انا عايزه اكتب القصه دي، ولا انت كانت في بالك ويعني احكي لي؟ لا انا كنت عايزه اكتبها لان انا لقيت القصه مشوقه واكيد لازم يبقى لها جزء تاني مثلا. يعني علشان القصه خلصت يعني المفروض يبقى لها باقي، فانا حبيت ان اعمل الباقي ده. باباك معاك كان هو بيشجعك على الموضوع ده؟ بابا. طيب. وماما. طب حلو جدا. طب احكي لي عن الجائزه لما انت رحت شاركت وخدت الجايزة، احكي لي كنت انت يعني مبسوط فرحان حسيت ان انت فعلا هتتكافئ وتاخد جايزة، ولا الموضوع كان بالنسبة لك ان انت بتتسلى وخلاص؟ هو انا كنت فرحان طبعا لان يعني جايزة كبيرة طبعا، فكنت حاسس ان النسبة 60% ممكن اخدها او بنسبة 70 يعني حاجة في النسب دي. انت خدت جوايز على القراءة قبل دي؟ لا دي اول جايزة اخدها للقراءة. طب احكي لي بقى وانت بتاخد الجايزه، وكنت عامل حسابك ان انت هتاخد الجايزه ولا جت بالصدفه؟ احكي لي كده وانت طالع تاخد الجايزه ايه اللي حصل اول يوم ده، ايه اللي عملته فيه؟ كنت مبسوط جدا يعني حاجه كبيره طبعا، ف كنت حاسه انها فرحان واكيد هتفرق معايا جدا في مستقبلي وفي نفسيتي طبعا. كانت حاجه مشرفه. انت قمر ما شاء الله عليك، مبسوطه بيك جدا يا حبيبي. طيب قول لي الحكايات اللي كانت مامتك بتحكيها لك وانت صغير، هي دي بس اللي ساعدتك، ولا انت من صغرك عندك الخيال اللي انت ممكن تقعد تفكر وتفكر في قصص ممكن تحكيها او ممكن تقراها؟ يعني القصص دي جات لك منين؟
ايوه هي مامتي لما كانت بتقراي القصص يعني انا كنت يعني معظمها كان خيال فانا كنت بحبب ان انا بقلب قصص خياليه ماشي يعني انا خدت فكره الخيال دي من القصص اللي مامتي كانت بتقراها لي بس السكريبت بقى او النص المسرحي بتاع القصه المسرحيه الخياليه او قصه خياليه دي لا دي منها. حلو جدا. طيب ارجع لفيروز وعايز اقول لك يعني احساسك ايه وانت بتاخدي جايزه لقب المبدع الصغير؟ كنت مبسوطه جدا وفخوره بنفسي قوي وحسيت ان انا يعني عندي موهبه ولو نمتها ممكن ابقى حاجه كبيره قوي في المستقبل. حسيتي بنفسك وانت بتاخدي الجايزه ان انت عندك حاجه ولازم تكمليها؟ يعني ما وقفش ان انا اخدت يعني جايزه الدوله المبدع الصغير، لا عايزه اكتر، عايزه يعني حماسي بقى اكتر. في سنه كام؟ انا في تانية ثانوي بس هدخل جامعة. شكلك اصغر من كده تانية ثانوي. طيب انت عندك اي مواهب تانية؟ يعني الرسم بس وقفتي عليه؟ دايما البنات في السن الصغير بيلعبوا بقى باسكت بول ومش عارفه بيلعبوا العاب وبيروحوا تمارين، انت يعني عشان توصلي للوحه اللي انا شفتها دي اكيد كنت متفرغه بس للرسم وللفن، في حاجات تانية موجوده معاكي ولا هي دي بس الرسم اللي كنت؟ لا كنت بلعب رياضه، كنت بلعب باسكت بس لما جت يعني لما كبرت شويه عوزت ان انا انزل تريننج واشتغل فوقفت وبقيت ارسم وشغل. حلو، يعني دي برضو فكره جميله جدا من الافكار المبهره اللي بتجيلنا من سن صغير، واحده في ثانيه ثانوي بتقول لك انا عايزه انزل اشتغل. نقف بقى عند الكلمه دي وقولي لي يعني ايه فكرتي تنزلي تشتغلي؟ فكرت اعمل حاجه جديده واعتمد على نفسي من وانا صغيره، يعني من وانا صغيره في سني ان انا لما اكبر بقى وابدا انزل اشتغل يعني مش هحتاج ان انا اقعد اتعود واتعب. اشتغلتي ايه؟ يعني روحتي مكان اشتغلتي فيه؟ برافو عليكي، ممتازه الحقيقه. طيب يعني دلوقتي انا عايزاكي تقولي نصيحه بقى كل البنات اللي فعلا في سنك ان بيبقى في صعوبات كتير جدا ممكن تقف قصادك، يعني وانت بترسمي لوحه اي حد في الدنيا لو بيعمل حاجه ممكن يرسم حاجه تبوظ منه، اكيد واجهتك بعض الصعوبات او شويه تحديات كده ممكن تقفلك، ممكن شخصيه صغيره تانية زيك تقول والله انا مش مكمله تاني، وممكن ده يجي حد في سن كبير. احكي لي نصيحه تقوليها النهارده لكل الناس والصعوبات دي ممكن كانت قابلتك انت عملتي ايه فيها ساعتها؟ للناس اللي بترسم يعني؟ لاي حد عنده اي مواهب ومش عارف ينميها. هو اكيد كلنا مش نفس الذوق، يعني مثلا في الرسم في رسمه انا ببقى شايفاها حلوه قوي وعجباني بوريها لصحابي مثلا اللي هو شكلها مرعب او شكلها يعني مش تشدهم يعني، فكلنا لينا اذواق مختلفه. وحتى لو مثلا انا وقفت في حاجه او لقيتها صعبه اتعلم فين الصعب واحاول انميه ما وقفش يعني. برافو عليك. طب قولي لي ايه اكتر الحاجات الصعبه اللي انت قابلتيها وانت بترسمي كده؟ اكيد في يوم كده في حاجه باظت منك. اكيد. يعني احساسك بقى ساعتها ان انت مش هتكملي، زهقتي كده بقى رجعتي بعد يوم، ولا انت لا بتبقي قاعده كده ومقرره انت تخلصي اللوحه دي النهارده؟ لو مثلا اللوحه باظت مثلا وانا مش عايزه اكملها دلوقتي ده وارد بيحصل؟ عادي. يعني مفيش مشكله بكملها تاني بكره عادي، او ممكن لو انا باظت مني احاول لا احاول بالطريقه دي ان انا في حاجه مثلا بايظه فيها، مثلا عينيها بايظه ليه ما اكملهاش ان ده ان انا قصدي اعمل كده، يعني احاول اصلحها. بس يعني انت بتصلحي الغلط اللي عملتيه بفكره تانيه تتشاب منظور تاني. ممتازه، برافو عليك. طيب احمد، فكره المسرح فكره واسعه وفكره كبيره وفي فنانين كتير، انا عايز اعرف انت بتحب مين من الفنانين؟ طبعا الاستاذ احمد زحام والاستاذ محمد ناصف والاستاذ طفيق الحكيم والاستاذ فاطمه معدول، مجمع لها قصص ومسرحيات بس اسم قريتهاش. طب دلوقتي بتحبي مين بقى في الناس الجداد في المسرح لما بتتفرج على التلفزيون ومسلسلات؟ مين مثلك الاعلى كده لما بتشوف نفسك تكتب كده مسرحيه للناس دي وتكسر الدنيا بيها؟ هو مفيش حد معين بصراحة، بس يعني لو أي حد بيعمل مسرحية ممكن أكتب له يعني، وكلهم كبار طبعا. طب قولي بتحب تتفرج على إيه من المسرحيات؟ مثلا اللي هي المسرحيات الكوميدية اللي هي بتضحك دي، اللي مش ما يبقاش فيها بؤس مثلا، لا اللي بتضحك مثلا. بتحب الحاجات الكوميدي؟ بتحب مين من الممثلين دلوقتي؟ دلوقتي؟ ممكن أحمد عز. بتحب احمد عز؟ بس مش كوميدي احمد عز قوي، انت بتحبه بس الاكشن حلو. بتحلم بايه بعد كده؟ يعني انت عملت مسرحيه دي حاجه كبيره، كتبت حاجه دي حاجه كبيره جدا، عايز تكمل بنفس الشكل انت تكتب مثلا مسرحيات كوميدي، ولا انت بتفكر انت بعد كده ممكن في يوم من الايام تبقى كاتب مثلا مسلسل، تكتب فيلم،
تكتب حاجة مثلا أكشن، حاجة دراما، ولا أنت عايز بس تتخصص في حاجة واحدة؟ هو يعني أنا بحب أكتب كوميدي، بس بعرف أكتب الحاجات التانية برضو، بس بحب بس ناوي بقى لما تكبر أن أنت تعمل كده. طب أنا عايزك دلوقتي تشكر، يعني تشوف كده بص للكاميرا وتشكر أكتر حد وقف جنبك أن أنت في الآخر تاخد جايزة زي دي. شكرا يا ماما. حبيب قلبي، ربنا يا رب يحميك. وانت يا فيروز عايزه تشكري مين النهارده؟ عايزه اشكر ماما وبابا وجدتي وجدي لانهم اكتر ناس شجعوني، واخويا عمر، دول اللي كانوا معاكي على طول. بجد انتوا نورتونا، وكانت فقره جميله جدا جدا، وانتوا فعلا مثال مشرف لكل الاطفال اللي بيشوفونا النهارده، ودي رساله طبعا من برنامج هو وهن لكل الاهالي اللي بيشوفونا النهارده، ازاي تدعموا اهل اولادكم، ازاي ان انتوا تشجعوهم، ازاي ان انتوا تنموا مهاراتهم، تفكروهم ان دايما في موهبه جواهم، وانتوا السبب الاول والاخير او المصدر الوحيد ليهم ان هم يطلعوا كل المواهب اللي موجوده عندهم. بجد دي حاجه حلوه جدا 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 ان احنا فعلا ننمي مهارات ولادنا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منوريننا. شكرا جدا ليك يا فيروز، شكرا ليك يا حبيبي. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لفاصل صغير ونرجع تاني، استنونا.